تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. في هذا البرنامج نفتح الأبواب والنوافذ وكل طرق التواصل معكم مستمعين الكرام لكي نستقبل ملاحظاتكم، استفساراتكم، اقتراحاتكم لبناء مجتمع أكثر صحة وأكثر صحة وسعادة. فأهلا ومرحبا بكم، هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وفي التنسيق معنا اليوم الأخت أشواق مسعد، وفي الإخراج المتألق دائما محمد الصفار. أيضا هذه التحية كذلك للمخرجين اللي يتواجدون معنا في الكنترول، ميثة بن بيات وعيسى سبيل، حياكم الله معنا. أضحك أضحك يا عيسى أضحك، الحياة فيها إيجابية. عموما للتواصل معنا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية على الرقم 4006. برنامج البث المباشر خلص، هذا صحة وسعادة. اللي عنده أي شكوى على ما بقول بعد حرام فيوقف لين باكر. الحين عندنا نحن نستقبل آراءكم في القطاع الصحي. اليوم أيضا بنتطرق لعدد من المواضيع اللي التقنية حقيقة، ما نتكلم عن الآخر ما يعني توصلت إليه إدارة تقنية المعلومات عبر ضيفتنا في الاستوديو، بخبركم إن شاء الله عقب الفاصل منو بتكون معانا. لكن خلونا ناخذكم في جولة سريعة عبر أهم الأخبار اللي طلعتنا فيها الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية. أول شيء ما نبتدي من خبر قادة فرق التطوير في هيئة الصحة بدبي يبحثون مقتضيات المرحلة المقبلة. انطلاقا من حرصها على تعزيز جهود الفرق العاملة على مسارات التطوير الشامل، تشهد هيئة الصحة بدبي الآن الاجتماع الربع سنوي الأول لقادة البرامج والمبادرات الاستراتيجية، وذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير العام للهيئة وجميع المسؤولين وقادة فرق التطوير. يتضمن جدول الأعمال مناقشة مقتضيات المرحلة المقبلة وسبل الوصول إلى أهداف الأهداف الاستراتيجية في المواعيد المقررة لتحقيقها، إلى جانب استعراض ما تم من خطوات تنفيذية في الفترة الماضية. طيب، دراسة صينية جديدة عن فوائد الجزر الطبية. بكين كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة زيجيانغ الصينية عن أن الجزر يساهم في الحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، حيث وجدت النتائج أن الرجال الذين يتناولون الجزر بمعدل 3 مرات في الأسبوع تنخفض لديهم فرص إصابتهم بهذا المرض القاتل بنسبة 18%، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن سبب فعالية الجزر الوقائية ضد هذا الورم، ولكن يعتقد أنها ترجع إلى احتوائه على تركيزات عالية من مركبات البيتا كاروتين والليكوبين. ويعتبر سرطان البروستاتا أحد أخطر الأمراض الشائعة التي تصيب الرجال وترفع فرص الوفاة بشكل كبير حال الإصابة بها. على طاري سرطان البروستاتا، ولا ما بقول السالفة، لا ما في داعي.
زين. دهون البطن تجعل التنفس أكثر صعوبة. كشف باحثون فرنسيون أن الوزن الزائد حول الخصر قد يضعف من وظيفة الرئة ليزيد من قائمة طويلة من المشاكل الصحية المرتبطة بالدهون بمنطقة البطن. وترتبط البدانة بمنطقة البطن بالفعل بالبول السكري، ارتفاع ضغط الدم، مرض القلب، وضمن مجموعة من المشاكل الصحية المعروفة إجمالا باسم متلازمة التمثيل الغذائي. أظهر الباحثون أن أي قياس كبير للخصر يرتبط إلى حد كبير بتراجع في وظيفة الرئة، بصرف النظر عن العوامل المعقدة التي تؤثر على الرئة مثل البدانة بشكل عام والتدخين. يعني تحصل لك دب ويدخن، يعني هاي روحها مشكلة، سامحوني يعني على اللفظ، لكن بأمانة الواحد لازم يعي كيف ممكن يعيش حياة صحية. خلنا نكمل الخبر عقب علق. وحلل الباحثون معلومات صحية عن 120 ألف شخص في فرنسا، وقيموا خلفية تتعلق بإحصائيات السكان وتاريخ التدخين وتناول المشروبات الكحولية، وكذلك وظيفة الرئة وعلاقتها بمقياس البدانة المعروفة باسم مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر، وقياسات أخرى مثل الصحة المتعلقة بالتمثيل الغذائي. وترى الدكتورة ناتالي ليون من المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية في مقال لها بالدورية الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة وجود علاقة إيجابية مستقلة بين ضعف وظيفة الرئة ومتلازمة التمثيل الغذائي وبشكل رئيسي بدانة منطقة البطن. طيب أنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأن يا جماعة الخير يعني واحد من أهم الأشياء الواحد لازم ينتبه لها عشان يحافظ على صحته، شو اللي يدخله في بطنه؟ اللي تبلعه بيطلع فيك. كلت أكل صحي بيطلع في صحتك، كلت أكل يعني غير صحي بتحول حياتك غير صحية. تعال بعد فوق هذا حط مشاكل التدخين يعني جماعة الوقاية خير من العلاج والله العظيم. عموما دراسة طبية أمريكية تقول قتل البعوض على الجلد قد يصيب الشخص بالعدوى. حذرت دراسة طبية أمريكية من قتل البعوض خلال وقوفه على جلد الإنسان. وقالت الدراسة التي نشرت في دورية إنجلترا الطبية أن قتل البعوض خلال وقوفه على جلد الإنسان يمكن أن يصيب الإنسان بالعدوى. وجاءت الدراسة التي عدها طباء من كلية أينشتاين للطب في نيويورك بعد وفاة سيدة في 57 من عمرها بعد إصابتها بعدوى فطرية في العضلات. ويعتقد الأطباء أنها أصيبت بالعدوى بعد أن قتلت باعوضة كانت تقف على جسمها، مما تسبب في أن يدخل جزء من الحشرة في جلدها ويصيبها بالعدوى. ولكن روجر نانسي خبير مكافحة البعوض في مركز مكافحة الأمراض في كولورادو بالولايات المتحدة قال أنه لا يوجد دليل علمي على هذه الدراسة. الحين يوجد ولا ما يوجد؟ هذا الموضوع ذكرني واحد من الشباب، الله يسلمكم خبركم السالفة، تمر ذبابة يمسكها بديه انزين ويرفع صبع يقول ذبابة موجودة زخيتها ولا؟ قلنا لا والله ما ماشي، ويقوم ويناح الأول والجناح الثاني ويعقع الطاولة. كيف؟ أنا أقول يمكن صدفة، سواها 3 مرات. صح أنه موضوع يعني مقزز، لكن يسويها من قوة الملاحظة عنده ولا حركة أو خفة اليد اللي موجودة عنده. عموما نحن يعني ذي المركبة، لا هذه بعد البث المباشر طبعا، أنتم تسمعون حد يكح في الاستوديو، خلاص بخبركم الحين. معانا إن شاء الله بعد الفاصل بتكون معانا الأستاذة أماني الجسمي، مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة لدبي. أول شيء صبحت الله بالخير. يعني قلنا ما نقدمت بعد الفاصل، بس ما دام الناس بدوا يسمعون حد يكح خلنا نعرفه منو اللي كح عندنا. عموما فاصل مستمعينا، وبعد الفاصل ما نرجع لكم بإذن الله ما نتكلم عن الجديد في تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. الموضوع وايد
مهم، بتستفيدون من وايد شغلات ما نقولها، وحاولوا كذلك تستفيدون من التقنيات أو التطبيقات اللي ما نطرحها كذلك أثناء الحوار. لكن خلونا نطلع فاصل، واللي عنده أي استفسار ولا أي شغلة ممكن يتواصل معنا على 600551414 أو عن طريق رسائل نصية على الرقم 4006. ما بعيد الرقم الحين، يوم نرجع قبل الفاصل بعيد لكم الرقم. فاصل ما نرجع. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة. نحن قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع الرئيسي للحلقة اللي هو نتكلم فيه عن إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي وما تقدمه من خدمات عبر التطبيقات الهواتف، وأيضا عبر أحد المشاريع الوطنية اللي استطاعوا خلال الفترة بسيطة أن يحققون نسبة إنجاز عالية في هذا المشروع. لكن قبل ذلك برجع إلى الخبر اللي قريته في بداية الحلقة، وهو عن قادة فرق التطوير في هيئة الصحة بدبي. اليوم عندهم اجتماع ويبحثون فيه مقتضيات المرحلة المقبلة. نحن هناك معانا الزميل فيصل بن فارس، موجود في أرض الحدث بينقل لنا بعض التفاصيل الخاصة عن هذا الاجتماع. مرحبا فيصل. مرحبا محمود، كيف حالك؟ الله يسلم. فيصل خبرنا شو عندكم هناك وشو اللي قاعد يصير. والله نحن حاليا في فندق بارك حياة، وذلك لنقل الاجتماع الربع السنوي الأول لقائدة البرامج والمبادرات الاستراتيجية. طبعا هذا الاجتماع برعاية وحضور معالي حميد البطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الصحة بدبي، وطبعا معاليه تحدث للمشاركين وأعرب يعني عن سعادته، وأن هذا النوع من الاجتماعات هاي هي عبارة يعني لمتابعة ومعرفة وأيضا لتنشيط يعني الذاكرة، وأيضا لكي نعرف أين نحن بالضبط يعني من في هذه الخطة. وأيضا معالي أعرب أن هذا القطاع هو من أهم القطاعات اللي موجودة في العالم، وتهتم فيها الحكومات والشركات والأفراد على يعني بشكل عام. وأيضا لتسليط الضوء عندي أنا أيضا الدكتور منصور أنور حبيب، مدير إدارة الصحة وسعادة الموظفين في شركة دو، وهو أيضا قائد برنامج الصحة العامة والسلامة. ممكن إذا تبغى تأخذ ضوء أنا أتصل. لا لا، عندك الموضوع، عندك الموضوع تماما فيصل، تفضل. دكتور ممكن تحدثنا عن برنامج الصحة العامة والسلامة؟ في البداية السلام عليكم، ونرحب المستمعين الكرام ونتمنى لهم يوم صحي وسعيد بإذن الله تعالى. ويشرفنا نكون ضمن فريق عمل هيئة صحة دبي في تطبيق هذه الاستراتيجية لإمارة دبي. برنامج الصحة العامة والسلامة هو من البرامج المحورية والرئيسية في الاستراتيجية، لأن الجميع يعرف أن الوقاية خير من العلاج، ومن هذا المنطلق الصحة العامة والسلامة تركز على مبدأ الوقاية المجتمعية على مستوى إمارة دبي. وخمس محاور رئيسية هي مكونات هذا المحور الرئيسي أو هذا العمود الرئيسي من أعمدة استراتيجية هيئة صحة دبي. المحور الأول محور الصحة المهنية. الجميع يعلم أن الموظفين والعاملين في شتى بيئات العمل المختلفة يحتاجون إلى ناس يهتمون في صحتهم ويقيمون المخاطر اللي يتعرضون لها، سواء كان في قطاع الإنشاءات والبترول أو كان في قطاع الخدمات والمكاتب. هذا محور هام جدا، إن شاء الله بنحاول نركز عليه في وضع منظومة متكاملة لاستقصاء عن الأمراض المتعلقة بالصحة المهنية، الإصابات وكيفية تقليل أثر هذه الإصابات والوصول إلى مجتمع صحي وسعيد. المحور الثاني محور الصحة البيئية، وهذا أيضا بيكون من المحاور اللي بيكون فيها شراكة مع إدارات أخرى ومع جهات حكومية محلية أخرى كبلدية دبي وغيرها من القطاعات الهامة، وننظر فيها أيضا إلى التلوث البيئي، إلى وجودنا في بيئة لازم تكون صحية خالية من الملوثات، خالية من الأمور المنغصات اللي ممكن تأثر على مجال العملي لكل موظف ولكل ساكن وقاطن في هذه الإمارة الحبيبة.
المحور الثالث محور إدارة الأزمات والكوارث. الحمد لله احنا عندنا هيئة الأزمات والكوارث، لكن عملنا في هيئة الصحة بيكون التنسيق المستمر والتواصل عشان في حالة الأزمات والكوارث يكون في استعداد تام من جميع فرق العمل في هيئة صحة دبي في التعامل مع هذه الحالات الحرجة. المحور الرابع محور الإصابات الحوادث السيارات، وهذا بيكون أيضا بتعاون كبير مع هيئة الطرق والمواصلات في عملية وضع منظومة لعلاج الحالات المختلفة المتعلقة بإصابة الحوادث. والمحور الأخير والخامس هو محور سلامة الغذاء والماء والأمراض المتعلقة، وكيف ممكن نوعي مجتمعنا في كيفية الحصول على الغذاء بالطريقة السليمة والصحيحة بالتعاون مع البلديات وغيرها من الجهات. طيب دكتور، ما أهمية النوع من الاجتماعات اللي تحضرنا اليوم؟ من أهم أهداف هذه الاجتماعات أنا أشوفها هي التعرف على الإدارات الأخرى، على فرق العمل الأخرى، وتكوين روح الفريق. احنا اهم شيء نحتاجه للوصول الى هذه تحقيق الاستراتيجيه مثل ما تفضل معالي وقال، الشموليه في التعامل بين الادارات المختلفه. وهذه الشموليه ما بتي الا بحدوث هذه اللقاءات، بدنا نجلس في مكان واحد نتعرف على بعض، نشوف شو التحديات اللي جالسين نعانيها بشكل يومي وكيف نتغلب على هالتحديات على هذا. في ايضا من كلام معالي حميد القطامي اليوم أن يعني أكد على ضرورة سرعة الإنجاز، ولأن المجتمعات تتقدم ونحن ما بدورنا نسابقهم أو نلحق فيهم، نحن مفروض نسبقهم. فممكن أيضا تسلط الضوء على موضوع سرعة الإنجاز وأيضا يعني الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة مسبقا. احنا تعلمنا في إمارة دبي وفي دولة الإمارات من شيوخنا الكرام الله يحفظهم السرعة في الإنجاز، أنا وإن دائما نكون الرقم واحد. من هذا المنطلق الحمد لله رب العالمين جميع فرق العمل اللي موجودة لها عندها الوعي الكامل في أهمية الإنجاز قبل الوقت المحدد، حتى مو على الوقت المحدد، على أساس أن نكون في الطليعة، نكون في المقدمة، نكون في ركبة تنافسية اللي ياسين كل يوم نشوف تقارير جديدة وجديدة تطلع من الجهات المختلفة في وصولنا إلى المقدمة في القطاعات المختلفة، وقطاع الصحة ليس بغريب عن ذلك. محمود إذا عندك شيء ممكن أيضا. لا والله أنا يعني أبغى أتوجه بالشكر الجزيل لك يا فيصل ولضيفك الكريم، يعطيكم ألف عافية، وما نبغى نعطلكم أكثر عن إذا في إمكانية يمكن بعدين نشوف لنا ضيف ثاني، بس لأن الأخوان كلهم مشغولين حاليا فيعني في صعوبة أن نحصل على ضيف آخر، بس بالعكس. إذا في فرصة بنحاول نشوف لنا ضيف آخر إن شاء الله. جزاك الله خير زميل فيصل بن فارس، كان مراسلنا من اجتماع قادة فرق التطوير في هيئة الصحة بدبي. طيب قبل الفاصل أنتم كنتوا تسمعون حد يكح عندي في الاستوديو. مرحبا أماني، كيف حالك؟ هلا مرحبا. أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات. نحن اليوم يعني آثرنا أن نحن نتحدث عن تقنية المعلومات بما أن العرس التقني قادم بعد فترة وجيزة، وأيضا هنالك الكثير من الإنجازات التي تحققت في هذه الإدارة، وأيضا هنالك الكثير من المواضيع اللي يمكن الجمهور ما يعرفون عنها في إدارة تقنية المعلومات. لكن في البداية خلينا نتحدث عن الأشياء اللي كانت موجودة ما نمشي فيها يعني موضوع موضوع. اسمحي لي عندي موضوع سلامة بأجل لين بعد الفاصل، لكن خلينا نتكلم عن التطبيقات اللي موجودة حاليا اللي ممكن الجمهور يستفيد منها. نحن كنا نروج في رمضان الماضي عن تطبيق حياتي وطفلي وذكريني بعد صحتي صحتي كذلك. فهذه تطبيقات جميلة فيها الكثير من الخيارات اللي ممكن يستفيد منها المستمع، فخبرينا عنها. طبعا احنا في 2015 اطلقنا تطبيقين ذكيين جديدين في جايتكس، تطبيق طفلي وتطبيق صحتي. سوري حياتي. تطبيق طفلي خاص طبعا بالسيدات الحوامل، وكما يستخدم التطبيق ايضا بعد الولادة، يعني الاطفال لسن 5 سنوات. احنا في جايتكس ان شاء الله بنطلق تطبيق طفلي بمميزات جديدة، وبنطبق فكرة الربط مع الأجهزة الذكية، يعني أجهزة طبية ذكية.
فمن خلال تطبيق طفلي يعني الأم أو المستخدم ممكن يستخدم التطبيق ويربطها مع أجهزة. حاليا احنا اخترنا أجهزة من شركة أكثر مبيعا، وإحنا مستعدين أن نتعاون مع شركات أخرى مستقبلا. فبنطبق سماعات للأم، ممكن من خلالها أن تسمع طفلها بالموسيقى أو القرآن خلال التطبيق. أيضا في جهاز لمراقبة الضغط للأم، خصوصا الأمهات اللي عندهم ضغط، فيكون هذا الجهاز مربوط بالتطبيق وآنيا ينتقل المعلومات. وفي جهاز ميزان ذكي مربوط ممكن تربط الأم بهذا بالتطبيق لحساب الوزن، خصوصا البدانة والمشكلة البدانة اللي احنا عندنا خصوصا في مرحلة الحمل، يعني يجب واحد يسوي كنترول يسوي له. بعدين عندنا جهاز ذكي الفيتبيت اللي هو لمراقبة النشاط الأم من الحركة، من السعرات الحرارية، نسبة النوم كافية أو غير ذلك. فهي هالأشياء موجودة في تطبيق طفلي. في تطبيق صحتي حياتي ممكن نستخدم نفس الأجهزة الذكية مثل جهاز الضغط والميزان، وأضفنا عليه جهاز لحساب المستوى السكر في الدم. طبعا هاي احنا مثل ما انا خبرتك احنا استخدمنا الاجهزه الذكيه لاكثر مبيعا، واحنا مستعدين يعني من هالمنبر لكل شركات اللي لها هالاجهزه الذكيه اللي تزود مثل هذه نتواصل مع هيئه الصحه لاضافته ايضا في التطبيق. جميل، انا بكمل معاك باقي التطبيقات اماني، بس خلينا نوقف مع هذا الفاصل القصير، وما نرجع نستكمل الحديث عن التطبيقات، وبعدين ما ندخل الى المشروع الكبير اللي تم اطلاقه يعني مؤخرا، مشروع سلامه. نتعرف على هذا المشروع وشو فائدته وشو هو هذا المشروع، نذكر المستمعين كذلك بهذا المشروع. لكن بعد ما نوقف مع هذا الفاصل، مستمعينا اللي حاب يتواصل معنا على الأرقام التالية 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 فاصل، وما نرجع لكم. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي أو عبر إذاعتكم المميزة نور دبي، وأيضا نستقبل فيها مقترحاتكم ومداخلاتكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم على الأرقام 600551414. أنا ترى تعمت أقول شيء بس عشان شوي صحصحين أشواق أشوفك شيء خاتلة شوي عموما الرقم هو 600551414 أو 4006. تعرفون ليش أشواق خاتلة كذا؟ ما بياسين تتصلون، ما في مداخلات أشوف، نبغي البرنامج يعني هو ينجح بمداخلاتكم. ترى يا جماعة الخير مثل ما ذكرنا أن هذا البرنامج موجه لكم، منكم وإليكم، والسلام عليكم دائما. طيب نرجع لضيفتنا أماني الجسمي، مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. أستاذ أماني، تحدثنا يعني قبل الفاصل عن أو توقفنا في الحقيقة عند بعض التطبيقات، كنا نتحدث عن تطبيق طفلي وحياتي. تفضلي. مثل ما أنا قلت تطبيق طفلي وحياتي من تطبيقات أنا أعتبرها من تطبيقات الجديدة في قطاع
طبي يعني. في تطبيقات أخرى بس في العالم، بس كمؤسسة حكومية تتبنى هالتطبيقات، أعتقد إحنا عندنا ريادة في هالموضوع، خصوصا تطبيق طفلي للأم. يعني نقدر نقول نحن أول جهة حكومية في العالم تطلق تطبيق بهذه المميزات في تطبيق طفلي، خصوصا في تطبيق طفلي، لأن وربطه مع أجهزة ذكية، فإحنا يعتبر من الأوائل اللي طبقنا هالتطبيق. ومن طبعا التطبيقات الأخرى اللي بنطلقها في بدايتك، تطبيق صحتي، طبعا احنا أطلقناها في 2014 لكن في نسخة جديدة وعملنا عليها تحسينات ومثل تغييرات في، وأضفنا بعض المميزات في تطبيق صحتي. ممتاز. كان في تطبيق اسمه أطباء دبي. أيوة موجود بعد تطبيق أطباء دبي. طيب في إيش تحديثات في أشياء؟ يعني تحديثات دورية في تطبيق صحتي وأطباء زي. دبي. الحين بس عشان سهل على المستمعين، تطبيق طفلي يعنى بالطفل والمرأة الحامل. زين، لكن هذا ما يمنع أن الأب ممكن أن يستفيد أكيد. من المعلومات اللي فيه. تطبيق حياتي. لمرضى السكري، وحتى في ممكن المريض ضغط الدم يستخدمه، لأن فيها فيتشر أو فيها خصائص لمراقبة ضغط الدم. احنا حاطين في بالنا أو في استراتيجيتنا أن تطبيق حياتي يكون للأمراض المزمنة، فبدينا بالسكري وبدينا الحين ندخل ضغط الدم، وإن شاء الله مستقبلا بندخل الأمراض الأخرى المزمنة. طيب هذا بالنسبة لي حياتي. صحتي هو تطبيق عام، هو تطبيق للمريض، للمرضى المقيمين في دبي أو اللي مسجلين في هيئة الصحة. يسمح للمريض الدخول على السجل الطبي، يشوف مواعيده، أدويته، يغير موعده، نتائج التحاليل والمختبرات ولا شيء. طيب هذا التطبيق وايد مهم يا جماعة الخير، صحتي الكل ينزله، وايضا يدخل بالرقم الهيلث كارد نمبر اللي هو البطاقه الرقم الصحي، رقم البطاقه الصحيه، ويقدر يستفيد من وايد خدمات في هذا التطبيق. وبسووا له ابديت بعد طبعا في تحديثات ان شاء الله في جايتكس بنطلع. اطباء دبي هو تطبيق، اطباء دبي هو تطبيق يعني للجميع، يعني ما يحتاج تسجيل فيه، لانه بيكون فيه عباره عن تطبيق بحثي، تبحث عن اطباء في دبي، عن المؤسسات، عن المرافق الطبيه، من مستشفيات، عيادات، مراكز اللياقه، فيكون فيها بحث، او عن طبيب معين، عن صيدلية معينة، فهو بحثي يعني. وطبعا يعطي جوجل ماب لأقرب طريق للوصول. جميل جميل جدا، وهذا بعد من التطبيقات الجميلة جدا. أطباء دبي ننصحكم بعد كذلك أنكم تنزلونه، ممكن تتعرفون على الأطباء وتوصلوا لهم يعني إلى أماكنهم. طيب الآن أماني، خلال 2016 يعني سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي أطلق مشروع مهم جدا، هو مشروع سلامة. هذا المشروع قال عنه سمو الشيخ أنه فيه صناعة للمستقبل، فيه استشراف للمستقبل، وفيه حلول طبية إلكترونية جديدة في هذا المجال. فخلينا نتعرف أول شيء شو هو مشروع سلامة. نذكر المستمعين كإنترودكشن أو مقدمة عن مشروع سلامة، شو هو هذا المشروع وما هي أهميته. طبعا نذكر المستمعين، احنا تكلمنا عن الموضوع سابقا. مشروع سلامة هو برنامج لملف طبي إلكتروني شامل، يكون هو نظام واحد مطبق على مستوى كافة الوحدات الطبية بدبي، من المستشفيات والعيادات والمراكز المتخصصة. يضمن سجل فردي إلكتروني موحد للمريض، يشمل معلومات الطبية الكاملة، ويمكن الوصول إليه بسهولة من جميع أنحاء الهيئة. وهو يعتبر أكبر مشروع من نوعه في المنطقة، يعني إحنا نعتبر من يعني لم يطبق بهالكبر بهذا الحجم. وطبعا احنا اعتمدنا على احدث التكنولوجيا واحدث التقنيات، وافضل طبعا احنا التطبيق او النظام، احنا استخدمنا احسن انظمه
الملف الطبي الإلكتروني في العالم, وهو اسم شركة إبيك. يعتبر في العالم رقم واحد يعني. يعني تقريبا أكثر عن 40% من المستشفيات في أمريكا يستخدمون هذا التطبيق. فإحنا ارتئينا إحنا نستخدم الأفضل. إحنا بدينا المشروع حقيقة في 2015, يعني في 2015 شهر 5 بدينا المشروع أطلقنا. والمشروع عبارة عن 6 مراحل. المرحلة الأولى طبعا تخطيط وتأهيل فريق العمل, والمرحلة الثانية كان تصميم وتوحيد واعتماد إجراءات سير العمل أو سير إجراءات العمل في المستشفيات, توحيدها على مستوى جميع القطاعات في المستشفيات والعيادات. المرحلة الثالثة كانت تطوير النظام. المرحلة الرابعة كانت عبارة عن اختبار النظام وتدريب المستفيدين. والمرحلة الخامسة إطلاق المرحلة الأولى, يعني بنبتدي في مستشفى راشد. والمرحلة السادسة اللي هو لكافة الوحدات. احنا حاليا في مرحلة رقم 4, يعني بدينا التدريب والحمد لله يعني نتائج كانت مفرحة جدا. يعني احنا فممكن اقول لك احنا 60% من المشروع طبقناه وبنينا النظام وبدينا تجربة النظام. احنا بدينا تجربة النظام سابقا داخليا فريق عمل الفيلم الفنيين, لكن بدينا من هالأسبوع فريق يعني دخلنا الأطباء من جميع المستشفيات والعيادات عشان يستخدمون النظام ويشوفونه, وإذا عندهم أي ملاحظات عشان نعدل النظام قبل ما ندرب جميع المستخدمين. طبعا احنا عندنا مستخدمين تقريبا 10,000 مستخدم. فإن شاء الله بنكون يعني بعد التجربة مستعدين. وتشرفنا بحضور معالي حميد القطامي مدير مجلس الإدارة مدير العام لزيارة المختبر تجربة النظام, وقام بنفسه بتجربة أول سيناريو. جميل. فكان يعني لفتة جميلة جدا منه وتشجيع لجميع العاملين هناك. فيعتبر يعني ممكن نقول إحنا في مرحلة تحضيرية لإطلاق النظام إن شاء الله. جميل. يعني نقول 60% من المشروع نفذ الحمد أنجز إيه. باقي 40%. وأغلبه هو التحضيرات للإطلاق. تحضيرات للإطلاق, يعني متى تتوقعون الإطلاق خلاص؟ يعني إحنا حسب الخطة كم؟ حسب الخطة في إبريل إن شاء الله 2017. 2017 نبتدي إبريل. نبتدي براشد, لأن إحنا بناخذ وقت كبير في التدريب. لأن إحنا في مرحلة أولى بندرب 3700 شخص. بنبتدي براشد ومركز تخصصي, مركز تخصصي وعيادة. يعني مرحلة الأولى أهم مرحلة بالنسبة لنا, بعدين الأمور خلاص بتمشي. بعدين طبعا يعني أنا يجب أن أتطرق هني لأن المشروع كبير جدا. يعني إحنا في المرحلة التحضيرية تقريبا دربنا يعني حصل 50 شخص أو فني من الهيئة, من الهيئة على شهادات تخصصية في النظام من الشركة. يعني هم يعتبرون حتى مبرمجين برمجوا ويا شركة عشان يكون. راحوا أمريكا ولا هني؟ في منهم راحوا أمريكا, وفي بعض الدورات طلبنا من الشركة هني يسوونها, ودخلوا امتحانات صعبة يعني. أساس يجتازونه ويأخذون الشهادة, لأن ما يعني لأن شركة عندها شروط إن أي حد يشتغل في برمجة النظام لازم يكون عنده شهادة. وإحنا بناء في مرحلة البناء أنا ممكن أقول لك إن إحنا بنينا 10,000 إجراء عمل, 10,000 على مستوى الهيئة. كانت في إجراءات عمل مش موحدة, وحدناها يعني وحدنا 300 إجراء عمل. عندنا 16 فريق عامل يعني في هالموضوع. احنا عندنا ثيرد بارتي اللي الشركات الثانية, يعني مثلا احنا عندنا أنظمة طبية لازم يستوي له ربط. عندنا أنظمة الراديولوجي يعني لاب اللي هي مال المختبرات, أجهزة البايوميديكال, الأجهزة الطبية, هذه كلها لازم تدخل ضمن النظام. هي يدخل في النظام. فاحنا شارك كان 35 شركة أخرى اشتغلوا ويانا. عندنا 94 point of integration, نقطة ربط.
يعني وعندنا 880 ميديكال ديفايس يعني الأجهزة الطبية مربوطة بالنظام إنه على طول يعني النتائج تدخل فيه. فيعني هو مشروع كبير جدا مثل ما أنا خبرتك يعتبر الأول في المنطقة على تطبيقه. طيب أنا الحين هذا الكلام اللي قلتي لي يعني يبين لي حجم المشروع وضخامته وأكيد الميزانية الكبيرة اللي رصدت لهذا المشروع، لكن أماني بالشعبي أيوة. بالمحلي أيوة. المريض أو العميل شو راح يستفيد؟ طبعا أهم شيء أن الحين حاليا مثلا إذا أنت لا سمح الله مريض المستشفى راشد وحولوك على مستشفى دبي لازم ملفك الورقي ينتقل إلى مستشفى دبي، يأخذ هذا وقت صح؟ صحيح. لكن بعد تطبيق نظام آنيا على طول ملفك موجود في أي مكان، مستشفى حتى مستشفى دبي راشد لطيفة أي عيادة في أي مكان، ملف موحد ملف شامل. سابقا مثل ما قلت ما كان في ربط بين الأنظمة، يمكن كان في خطأ في كتابة النتائج يعني لا ما في يعني، فتقليل نسبة الخطأ يعني 50% من أخطاء طبية لأن ما في أخطاء، تقليل تكاليف على المريض لأن النظام يعتبر نظام ذكي يساعد الطبيب في أخذ القرار السليم. وطبعا ما بيكون الدكتور يعني أو المتخصص مشغول بكتابة، خلاص موجود النظام ويكون آليا ويكون فيه مثلا أغلب كليكات يعني. والأخطاء كانت إحنا عندنا بعد مشاكل الأخطاء في تقارير الخروج، فما في يعني عالميا أي مستشفى يستخدمون هالنظام تقل الأخطاء 76% يعني. طبعا ومن المتوقع إن إذا نزلت الأخطاء الطبية حتى تنزل 35% هذا عالميا يعني إعادة إدخال المريض المستشفى لأنه بيكون علاجه صح من البداية. ممتاز. فإحنا وحدنا تقللنا من المخاطر، وحدنا الإجراءات، سرعة الوصول وسرعة الحصول على القواعد البيانات، وهالقواعد البيانات مش بس للمريض، للطبيب لإجراء البحوث مستقبلا لأخذ الهيستوري كامل بالضبط تاريخ الطبي كامل. أنا بسألت سؤال أنت من شوي كنا نتكلم على تطبيق صحتي زين أن الواحد ممكن يطلع على النتائج والملف الطبي ماله وكذا، سلامة موجود الحين هذا النظام اللي قاعدين تشتغلون عليه، كيف ممكن العميل يستفيد ما بين سؤال جميل. احنا صحتي حاليا ربطناها بالنظام القديم اللي عندنا، احنا عندنا نظام قديم لتسجيل المريض تسجيل حالته بس يعني له طبعا هالنظام من 18 سنة محدود في وقته كان نظام جيد ايه. فاحنا ربطناه بالنظام الحالي، ان شاء الله عقب ما نروح لايف تطبيق صحتي بيكون مربوط بسلامة ففيها بيكون يعني انا مفاجأة للمريض يعني فيها توثيق علاقة إلكترونية يعني توثيق علاقة بين الطبيب والمريض بدرجة كبيرة جدا جدا اي، ومنها ممكن نشوف يعني ان شاء الله في تطبيب عن بعد ان شاء الله اكيد. جميل. طيب الان بما ان الوقت بدا يدركني في شيء تبغين تضيفين على موضوع سلامة أماني ولا نروح على المحور؟ يعني إن شاء الله ادعوا لنا الله يوفقكم. بالعكس نحن هذا مشروع نحن نتريع اكتماله بفارغ الصبر أكيد. يعني احنا مو متأخرين حسب المخطط، نحن ماشي على الجدول بس إن شاء الله نخلص قبل بعد إن شاء الله إن شاء الله نتأمل. طيب. أماني جايتكس على الأبواب ونعرف أن جايتكس دائما الجهات مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الخاصة شبه حكومية كلها تطرح معظم الأشياء اللي عندها خلال هذا العرس التقني، فيا ترى شو اللي محضرين لنا اياه في جايتكس؟ مرحبا. طبعا انا تكلمت عن طفلي وحياتي فخلي الباقي مفاجأة محمود ان شاء الله، وانا ادعو جميع المستمعين الحضور في تطبيقات جديدة تمس الشخص العادي يعني ان شاء الله. ممتاز ممتاز ما بتخبرينا شيء يعني. لا خلي مفاجأة. كم تطبيق يعني؟ 2 زيادة
اثنين زيادة والمخرج يشر لي بعد دقيقتين يقول لي عندنا. عموما يعني ما أدري أنا ما دام الوقت شيء مشى علينا بسرعة بهذا الشكل وما كان ما كانت عندنا مداخلات يعني الظاهر أن الجماعة مبسوطين من عندكم يعني من إدارة تقنية المعلومات ما شفت جاتنا ملاحظات أو شيء. لكن أماني يعني قبل لا نختم إذا عندك كلمة أخيرة تبغين توجهينها. يعني أنا أشكر صراحة الطاقم الطبي والفني اللي ساعدونا في تجربة النظام وساعدونا طول المشروع. أطباء وفنيين من هيئة الصحة بدبي كانوا فعلا يعني مساندين في أي يعني المستشفيات. مدراء المستشفيات كانوا في قمة التعاون معنا, فمن هالمنبر أشكرهم فعلا على التعاون وروح الفريق اللي التمستني يعني. جميل. الأستاذة أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي, شكرا لك على هذا التواجد واتمنى لك إن شاء الله التوفيق في معظم المشاريع أو في كل المشاريع إن شاء الله. شكرا. طيب مستمعينا, مشروع الملف الطبي الإلكتروني هذا واحد من أهم المشاريع المتكاملة المرتكزة على أحدث التقنيات وفيها تكامل للنظم المخصصة لتقديم يعني مثل ما ذكرت الأستاذة أماني حل طبي إلكتروني شامل. هذا المشروع يعني يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمة الطبية أو الصحية في إمارة دبي. نتمنى يعني أن نحن حاولنا قدر الإمكان أن نوجز لكم ونبسط لكم هذا المشروع, لأن بالفعل اللي بيصير إن شاء الله في هذا المشروع بتكون هنالك الكثير من الخدمات اللي بتسهل عليكم وايد مواضيع في الصحة. في وايد ملاحظات كانت تتيء على موضوع الخدمات الصحية وكذا, اللهم لك الحمد خفت بشكل كبير, لكن هذا المشروع إن شاء الله رح يلغيها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. فكل التوفيق وكل الشكر لكل العاملين في هذا المشروع من أطباء من فنيين من تقنيين من إدارة تقنية من مختلف الإدارات مختلف المستشفيات وعلى تعاونهم في إنجاز هذا المشروع. حتى نلقاكم إن شاء الله اليوم الخميس, صح؟ خميس اليوم الأربعاء. أنا إيش حق مستعي على الخميس؟ خلاص ما دام إن اليوم الأربعاء بنشوفكم باكر ما عليه يعني الأربعاء المتخمس مثلا عموما لا أربعاء متخمس ولا شيء. باكر بنشوفكم إن شاء الله, عندنا مواضيع ثانية بكرة أعتقد عندنا وايد مواضيع شيقة. فحتى ذلك الوقت تقبلوا تحياتي, محدثكم محمود يوسف, وأيضا في التنسيق كانت معنا أشواق مسعد. ما سوت شيء اليوم أشواق, ياسب ما سويتي؟ لا سويتي سولف. وكل الشكر لمخرجنا محمد الصفار. وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.